بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مدونة ميكروتك العرب، أهلا بيكم. المرة اللي فاتت كنا وصلنا لأن احنا عملنا حساب جيميل أمريكي، قدمنا عليه، جبنا بيه يوتيوب مستضاف أمريكي برضو. مفيش ساعة أو اتنين أو تلاتة بالكتير قوي هيجيلك رسالة من أدسنس بيقولك إن أنت فعلا اتقبلت، وتفضل ادخل على الحساب بتاعك، بيقولك ألف مبروك إن حسابك اتقبل إن أنت تشتغل على أدسنس. هبدأ ندخل كده على الرابط اللي هو اداهولي. بصوا يا شباب، هنا لازم نوافق على الشروط بتاعته، الشروط بتاعته كده تمام، و continue to my AdSense account. ابدأ كده لحسابي في AdSense علشان اوريكم هنعمل ايه تاني. جميل اوي يا شباب، عايز اوريكم حاجة هنا بقى، ان الحساب بتاعك، حساب الادسنس بتاعك هوستد اكونت مستضاف، بس خلاص بقى متفعل وشغال، ما فيهوش اي مشكله، واصلي كمان، ما هوش لعب ولا اي حاجه من دي تمام. تعالوا كده نروح على الاعدادات، طبعا فيرست نيم واللاست نيم والحاجات دي كلها تمام يا شباب. لو جينا هنا كده للاكونت اللي متاح ان انت تشتغل عليه، قال لك يوتيوب بس. جميل قوي. طيب مش احنا متاح ان احنا نشتغل يوتيوب؟ احنا عايزين نرقي الهوستد اكونت دي، عايزين نرقي الهوستد اكونت. هنيجي بقى لاهم درس، ازاي هتربط. انا عندي مثلا مدونة اهي، لازم تعملها اجنبية، لازم تعمل مدونة اجنبية، حاول تظبط مدونة اجنبية كويسة كده تمام، انشرها على الفيس يوم واحد بس، خلي الناس تدخل لها، لكن مش هننشرها بالرابط بتاعها ده. بصوا كده يا شباب، انا عندي هنا مثلا المدونة بتاعتي اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي مدونة اجنبية فيها مقالات اجنبية كويسة جدا، بس بلوج سبوت، وانا عايز اعرض اعلاناتي او احول الحساب بتاعي بدل ما هو هوستد بالشكل اللي انت شايفه ده، بدل ما هو مستضاف، بدل ما هو مستضاف يا شباب بالشكل ده، انا عايز اخليه عادي. جميل قوي. هنروح نعمل ايه؟ هنيجي نجيب دومين مجاني من غير ولا مليم، اسمه فري نم هنجيب موقع اسمه فري نم مجاني تمام يا شباب، هاخده كده يا شباب. انا هاخده ايه، خلينا شغالين هنا على اللي فيها الايميل وفيها كل حاجة. افسح الجيميل بتاعي بس عشان استقبل عليه الرسالة، ونيجي هنا نكتب رابط الموقع، هبقى سايبه لكم باذن الله علشان تتعاملوا عليه وتعملوا عليه حساب مجاني، مجاني خالص مفيهوش ولا مليم، وهن ايه هن هنطلب بيه حساب ادسنس عادي. جميل. طيب يا شباب، هنا مثلا انا قلنا المدونة اسمها ايه، انسترانسيشن تمام، انا عايز كده اخد الدومين ده واجيب عليه، اجيب عليه حاجة اهو، هعمل كده التحقق من التوافر، هنتظر يشوف هيجيب لي ايه. بصوا يا شباب، ظهر لي ايه، قال لي في دوت تيكي ودوت ام ال ودوت جي اي. التيكي معروف، خلينا في الجي اي، احصل عليها الان مجانا بدون ولا مليم. هتشوفوا دلوقتي هنعمله ازاي، ازاي هنركبه اصلا على الدومين اهو تمام. نبدأ نعمل الشوبينج تمام. هقول له انا عايزه لمدة، لو عايزه 10 سنين خلاها 10 سنين، بس انا عايزه لمدة سنة، واقول له ابدأ تمام. جميل قوي. هيقول لي طيب دخل الايميل بتاعك علشان نعمل لك تفعيل، انا عايز بس الايميل اللي احنا كنا شغالين بيه اهو، او اي ايميل عادي، بس انا يعني عشان الشرح هقول له اتفضل. جميل تمام. كده جات لي رسالة
منهم ممكن تجيلي في الجانك ميل او في الايه، في السبام. اهو جالي فعلا في السبام. تمام، هضغط بس عشان اعمل فيرفي، عشان اعمل تفعيل للدومين. جميل اوي كده يا شباب. الفيرست نيم اسمك ايه؟ هقول له يا سيدي اسمي شادي اهو، حتى زي ما انا كنت عامل البيانات. لاست نيم شطه. الكومباني نيم اسم مثلا، الاسم الدومين اللي احنا كنا جايبينه ايه شباب؟ كان تمام. انا عمال بايه بكل سهوله كده عشان ما نصعبش العمليه على حد. والعنوان لو انتوا فاكرين احنا جبنا عنوان، كنا جبنا عنوان من فيا بوكس. لو انتوا فاكرين كنا عملنا عنوان في فيا بوكس اهو، ده العنوان بتاعي اهو، فممكن نملابه هنا. الادرس واحد، هاخد هقول له كده، هاخد العنوان احطه. فون نمبر دخل اي حاجة، هو ما بيطلبش منك اي حاجة. مثلا ده الرقم الشخصي بتاعي. زد اي بي كود هنجيبه برضو من هنا. ده زد اي بي كود. السيتي بورتلاند. اختار الدولة يونايتد ستيتس. على فكرة عادي خالص، انت ممكن تختارها اي حاجة، ممكن تختارها اي حاجة مش فارقة. تمام، ممكن تختارها اي حاجة مش فارقة. اوريجون اهي. تمام، طيب عايز الباسورد يبقى ايه؟ هخلي انا اي حاجة كده. احنا كده بنعمل اجراءات تسجيل بس، واقول له ان انا ايه موافق، واقول له كمل الاوردر بتاعك بعد اذنك. جميل يا شباب، كمل الاوردر يبقى دخلني للوحة التحكم. لما يكمل الاوردر يبقى دخلني للوحة التحكم. معلش النت فصل ولا ايه؟ كده شباب احنا ايه خلصنا. فهنخش بقى بالايميل والباسورد اللي احنا عملناه. الايميل اهو اللي انا كنت عامله، اللي انا اشتركت بيه، وده الباسورد اللي انا كنت لسه عامله حالا دلوقتي واحنا بنملى البيانات، واقول له دخلني. جميل قوي يا شباب، هيدخلنا شباب للشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. دخلني لايه؟ للشكل اللي انا داخله ده، ماي دومينز. اجيب كده الدومينات بتاعتي. معلش المتصفح ده رخم جدا. جميل يا شباب، جاب لي الدومين بتاعي اهو. تمام، والدومين اكتف وشغال. هنروح نعمل ادارة الدومين. تمام، وهختار الادارة المجانية. جميل قوي يا شباب. طيب خلاص، انا كده اصبح معانا الدومين اهو، اللي هو ده اللي انا عملته. عايز بقى اربطه بالمدونة بتاعتي دي علشان يبقى موقع. هروح على اعدادات في المدونة، واروح على اعداد عنوان يو ار ال الخارجي، واروح حاطط له ده. بس لازم يبقى هنا في ايه 3W. جميل، واقول له حفظ. بصوا كده هيطلع ايه، هيقول لي لا احنا ما تحققناش من سلطتك. جميل جدا، ما تحققتش، ويقول لك خد ده كده، خد ال 3W. هعمل له نسخ، وهروح هنا. هو ده بقى اللي خلاني اجي هنا. هروح اخلي هنا ده طبعا سي نيم، النيم اللي هو انا خدته ده، وده الواجهة. هاخده كده نسخ زي ما هو، واروح هنا كده لزق، وده هيعملها 300. واقول له ايه؟ احفظ الاعداد. قلت لكم متصفح رخم يعني. خش تاني معلش. بس هو كده حفظ الاعداد الايه الاولاني بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو شباب. كده خلاص سبت الاولاني، معلش انا كان عندي دمج فكان ايه بيخرج. تمام، دلوقتي لسه محتاج التاني. ادا الاسم بتاع التاني في السي نيم برضو. انسخ
وهحط في النيم اهو، وهحط في السي، اختار ده سي نيم، وده 300، وده نختاره بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، نسخ لزق وسيف اتشينج. بصوا شباب بتقريبا بتقعد خلاص كده سيفت الايه التغييرات، باجي هنا كده اقول له حفظ، هيقول لي لا لسه ما تحققناش. بالظبط دقيقتين ثلاثة، دقيقتين ثلاثة وهنعمل حفظ تاني. هوقف الفيديو لحد، لان ده بياخد تقريبا من دقيقتين لثلاث دقايق على ما بيتفعل على الانترنت. جميل، اروح اقول له بس حفظ يشتغل، انا هنتظر الدقيقتين دول لحد ما الايه يتفعل. تمام يا شباب، هو وافق دلوقتي اهو، بيقعد تقريبا خمس دقايق وبتقول له حفظ، وهي هو كده ايه وافق يا شباب. جميل قوي. طيب كده كده هنحتاج نروح للجوجل ادسنس بتاعي اللي احنا عملناه على اليوتيوب. جميل، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا شباب. هروح على الايه الاعدادات بتاعتي، طبعا هو خلاص متوافق عليه ان هو هوستد. اداره المواقع، عرض الاعلانات، حق الدخول والترخيص، هعرض اعلاناتي على، وهدي لهم رابط الايه الموقع ده واقول له ارسال، هقول له ارسال تاني، هيقول لك علشان نراجع طلبك حط شفرة، حط شفرة عندك على الموقع. جميل، او هروح على اعلاناتي وهنعمل واحدة اعلانية جديدة كده، هنطلع الشفرة بتاعتها، هنحط هنا كده اسم الشفرة اي حاجة. تمام، وهناخد الحفظ والحصول على الشفرة. تمام، وهناخد الشفرة بتاعتنا كده اهي. كل اللي هنعمله يا شباب هنروح على التخطيط واحط الاعلان بتاعي كده بالشكل ده اهو، علشان بس وهم بيراجعوا يشوفوا الاعلان. هعمل حفظ الترتيب وعرض المدونة. بعد ما حطيت الشفرة يا شباب الاعلان هو ظاهر هنا اهو، بيبقى ظاهر بشكل اصفر زي ما انتم شايفين كده، لحد ما هم يراجعوا الموقع ويقولوا الموقع هيتقبل ولا لا. تمام، لحد ما يراجعوا الموقع ويقولوا هيتقبل ولا لا. كده شباب كده باذن الله هيتحول من عادي، هيتحول من قصدي من هوستد كده لايه لعادي، يشتغل عادي على اي حاجه تشتغل معاك. تمام، حتى ممكن نروح نتاكد كده من اليوتيوب، ممكن نديله ان الموقع ده هو الموقع بتاعي، ان عن طريق ان انا اروح كده لايه لمدير المحتوى وهديله ان الموقع بتاعي هو اللي انا عارض عليه الاعلان ده، عن طريق سيتنج للشانل بتاعك كده، وفي هنا متقدم الدولة بتاعتك مش عارف ايه، هنا نكتب الموقع بتاعك، الموقع بتاعك ايه، اسف معلش، هنكتب رابط الموقع بتاعنا اهو، هقول له ان ده الموقع بتاعي اللي هعرض عليه الاعلانات، هقول له اد. جميل، هو عايز يعمل، عايز يتاكد ان الموقع ده بتاعي، هنعمل فيرفي بالشكل ده كده، هنخش بالحساب. المهم يا شباب هيحولني على الصفحه دي علشان اثبت ان انا مالك الموقع، فهاجي هنا على الاثبات الاضافي. تمام، وهقول له ال HTML tag، وهاخد التاج ده كده، هاخد التاج ده كوبي واحطه فين، اجي هنا في قالب تحرير، واجي تحت الهيد فوق هنا على طول، تحت الهيد الاول واحده خضرة دي، واقول له ايه كنترول في، واقول له حفظ النموذج، واروح اقول له اتاكد دلوقتي ان الموقع ملكي. قال لي جميل جدا، الموقع فعلا ملكك. تعالوا بقى كده نروح نشوف اليوتيوب الموقع تم التحقق منه ولا لا.
طالما الموقع تم التحقق منه، المراجعة ما هي إلا بإذن الله يوم يومين بالكتير قوي. اروح كده على التشانل تاني متقدم. جميل، اتأكدوا ان الموقع ملكي. جميل قوي، بكده ما عادش ناقص حاجة غير كده، ما عادش ناقص حاجة غير انهم يعملوا مراجعة للموقع ويبقى الحساب كامل بالشكل اللي انتوا هتشوفوه بإذن الله. هتسأل لحظة واحدة، معلش يا شباب كان رجع. بكده بيبدأ يعرض الإعلان، هيبدأ بس يراجعوا، هيبدأوا يراجعوا عشان تتشال هوستد اكونت دي ويبقى حساب عادي. قلنا هنروح على الإعدادات وحق الدخول والترخيص. تخويل الموقع، طبعا احنا طلبنا على الموقع برضو علشان نتأكد. هو خلاص كده المفروض ان هيبدأ يراجع الموقع بتاعي اهو، بيقول لك شيل ال HTTP ده خالص، تمام، شيل العلامة، هيبقى التلاتة W بس، واقول له ارسال. قال لك بيتغير عنوان للترقية بنجاح. خلاص شباب كلها يوم هيطلع لك هنا اهو دلوقتي، بيقول لك علشان نقدر نعمل ابجريد للسايت بتاعك حاول تحط اعلان. احنا خلاص عملنا فعلا الاعلان وحطيناه شباب، تمام، عملنا الاعلان وحطيناه في انتظار ان هوستد اكاونت دي تتشال يومين ثلاثة بإذن الله. مراجعة وارجع لكم تاني بفيديو جديد اوريكم هنعمل ايه بعد كده في الفترة الجاية.